مساء الخير، أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أفاد مراسل أخبار الآن في درعا بأن طائرات الأسد شنت عدة ضربات جوية على مدن وبلدات درعا بشكل مكثف ظهر اليوم، حيث استهدفت كلا من بلدات مزيريب ونصيب ونوى وأم الميادن. وبحسب مراسلنا فقد أدت ضربات قوات الأسد إلى قتل طفلين في بلدة مزيريب غربي درعا جراء القصف الجوي، ووردت أنباء عن سقوط عشرات الجرحى. إلى ذلك جرح 9 مدنيين إثر قصف مدفعي لقوات الأسد على مدينة دوما، في حين جرح عدد من الأطفال في قصف للطائرات الحربية على أطراف بلدة جسرين. وأفاد مراسلنا بأن حي جوبر أيضا تعرض ل14 ضربة جوية، في حين تدور معارك بين قوات الأسد وفصائل معارضة المسلحة، وتحاول قوات الأسد فصل المنطقة. شنت قوات سوريا الديمقراطية السبت هجوما مضادا ضد داعش لاستعادة حي مهم خسرته في شرق مدينة الرقة أمام التنظيم. ونقلت وكالة فرانس براس عن نشطاء أن قوات سوريا الديمقراطية استعادت حوالي 30% من حي الصناعة بعدما شنت هجوما مضادا لاستعادته. أعلن مصدر عسكري عراقي السبت تحرير مناطق تحيط بمنفذ النخيب الحدودي مع الأراضي السعودية من قبضة داعش. وقال العقيد جمال هاشم إن عملية التحرير امتدت من مطار مدسيس وصولا إلى منطقة وادي الأبيض بمسافة تقدر ب 117 كيلومترا غربي محافظة الأنبار. القوة نجحت بقتل 12 إرهابيا من داعش والاستيلاء على مجموعة من الأسلحة التي تركها مقاتلو داعش عقب هروبهم من القوات العسكرية باتجاه المناطق الصحراوية. يجتمع وزراء الداخلية الفرنسي والألماني والإيطالي مساء الأحد في باريس بهدف مناقشة نهج منسق لمساعدة إيطاليا في التعامل مع تدفق المهاجرين إلى موانئها. اللقاء يأتي في وقت هددت فيه إيطاليا، التي تواجه تدفقا متواصلا للمهاجرين إلى سواحلها، هددت فيه بأنها سترفض أن تدخل إلى موانئها سفن أجنبية تحمل مهاجرين تم إنقاذهم في البحر المتوسط. أجلي نحو 2000 شخص السبت من إحدى محطات مطار شارل دي غول في باريس، وتم تأخير 20 رحلة إثر تسلل شخص إلى المنطقة الخاصة بدون أن يمر عبر المراقبة الأمنية بحسب ما أفادت مصادر ملاحية. وقال مصدر ثان إنه بعد ساعات عاد الركاب الذين تم إجلاؤهم إلى المطار، موضحا أن الشرطيين فتشوا كل زوايا المحطة واعتبروا أنه لا وجود لأي جسم مشبوه. شكرا.